ازيك يا هلا؟ ازيك يا عمرو؟ وحشتني جدا. وانت كمان اخبارك ايه؟ حلو الحمد لله. نورتيني النهارده. ميرسي. وانا سعيد بوجودك جدا في واحد من الناس. ميرسي ميرسي ميرسي. في البدايه عايز اهنيكي على اخر اعمالك اللي بتعرض، هو مسلسل ليلى. مبروك. عمل نجاح كبير جدا على المنصات والشاشات وعلى كل حاجات الاونلاين، فواضح ان النجاح بتاعه كان نجاح كبير جدا. ما خفتيش انك انت تكوني ام للفنانه امينه خليل؟ لا، لانه يعني انا عملت ام كتير قوي، يعني عملت ام لناس كتير قوي. ده انا عملت ام وانا عندي 19 سنه لمحمود ياسين الله يرحمه، كان في الافيال طبعا، خرج ابراهيم الصحن الله يرحمه، انتاج افلام التلفزيون. بس هو كان مراحل يعني. فيعني قصه امي دي بالنسبه لي لا طبعا دور. والحقيقه الدور كمان كان فيه ميكس ما بين الكوميدي والجديه. تعاملت ازاي مع الشخصيه بالشكل ده؟ هو انت لما تقرا الشخصيه، يعني انا كان في زميله صاحبتي رفضت الدور، لانه يعني انها ام امينه وانه هتعمله يعني هو تراجيدي قوي، يعني طف قوي. انا لما قريته عجبني، يعني العكس خالص عجبني، لاني وانا يعني عاده لما باجي اقرا مسلسل ببقى شايفاه قدامي، فانا شفت هعمل ايه، انا شفت السكه اللي هقدر اكسب بيها الجمهور. ما هو هي شعراية، لو انا في الاداء، يعني هو نفس الحوار بس هو في الاداء، ممكن اخلي الناس تكرهني وتبقى ضدي وكده، وفي فرق ان انا اكسب الناس بطريقتي علشان أأكد وجهة النظر بتاعتي. فأنا لقيت السكة دي وحبيت السكة دي لأنها مختلفة. إيه أصعب مشهد أو إيه الماستر سين بالنسبة لك في المسلسل؟ هما مشهدين. مشهد اللي هو لما بتخشي لي بتقولي أنا مش جاي أعتذر، وفي يعني ده من المشاهد الحلوة اللي أنا بحبها. وفي مشهد أخير اللي هو كان الإحساس فيه، يعني مش التمثيل قد ما هو الإحساس، اللي هي لما راحت شافتها في المعرض إنها نجحت، والأم اللي هو حالة التناقض اللي جواها، هو أنا كنت غلط ولا كنت صح، ولا البنت نجحت يعني أنا فرحانة إنها نجحت ومتضايقة إن أنا ما كنتش فاهماها أو كنت واقفة ضدها. يعني كانت صعبة بالنسبة، يعني الإحساس كان صعب شوية جدا.